بعد ما قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمكتب بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق نهار الجمعة على الإفراج على الفنان نور شيبة واللاعب الدولي السابق لكرة القدم سهيل براذية. إذا نذكروا اللي فنان متاعنا نور شيبة ولاعب كرة القدم سهيل تم إيداعهم في السجن بقرار من قاضي التحقيق من أجل شبهة تبديل عينات تحاليل بخصوص الاشتباه في استهلاك مادة مخدرة سامحوني. ودونك بمقتضى قرار قاضي التحقيق فانه من المنتظر في الخبر الاول انه يغادر نور شيبة وسهيل براذية السجن هذا نهار الجمعة. ايبا لقينا اللي الخبر صحيح والخبر مؤكد ونور شيبة يكون حرا طليقا. معنا عبر الهاتف مدير اعمال الفنان نور شيبة لطفي رياحي. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك خويا بهاء ومرحبا بحباب كل مستمعيك ومستمعيك كفاسام. تحية كبيرة ليك. دونك يا خويا حمدولة يا رب بعد مديدة كبيرة برشا. وكنا وقتها حكينا في العديد من الفرص وقلنا اللي نتمناه انه يتم التسريع في قضية نور شيبة خاطر وقتها كان تحت الإيقاف وهو قال راني عملت على غالب عملت احكم ميسيلش لكن الحكم ما تمش وكانت هناك العديد من التفاصيل اللي ما كانتش واضحه يمكن حتى لليوم لطفي لكن ميسيلش اعطينا اكثر تفاصيل على خروج نور شيبة. شوف خويا بهاء مش معناته مش نوضح معناته خاطر قلت حاجه تو ما هي الصحيحه فهمت وانا عملت وعمل حتى شيء فهمت هو تم زوز قضايا معناته نعاود نذكرك اللي تم زوز قضايا معناته في شخص الفنان نور شيبة اللي هي قضيه التلاك وقضيه تبديل العينات. قضيه التلاك قد جزمت وحسمت بعدم سماع الدعوه وانتهت معناتها وتسكر الموضوع هذايا. لكن الموضوع الثاني هو كان محل ايقاف نتاعو هو ملف التحقيقي في تغيير العينات اللي هو معناتها نعاود ونقول للمره الالف اللي نور معناتها لم يقم بشيء لم يغير لا عينات ولا غير عينات لا نور ولا غير نور معناتها هو موضوع ملف تحقيقي فارغ وما نحبش ندخل في التفاصيل نتاعو ونخير كونه تفاصيل الملف القانوني تكون عند المحامين خير عند المحامين. لكن الحمد لله جاء الفرج ومش معناتها ولم يقع التسريع في الاجراءات بل بالعكس سيد حاكم التحقيق خذا الاجل اللي يسمح له القانون الكل عام وشهرين تمتع بها كامله وبعد ما تمتع بالاجل الكل ما ثماش حاجه تدين الفنان نور شيبة اذا كان ثم اي شيء كان يدينه ما كانش يكون بحال صراحته وموجود في داره. وكل فات الاجل الكل القانونيه اللي يسمح القانون لحاكم التحقيق مش ينظر في الملف نتاعو وفات الاجل القانونيه وبالتالي كان بحال صراح ورجع لداره. لكن الملف في الحقيقه مازال موجود على طاوله سيد حاكم التحقيق حتى ينظر فيه ويختم الملف بالطريقه اللي هو يراها صح. كان طمنا شويه على حاله الفنان نور شيبة لطفي. حالت إنسان عدى عام وشهرين في الحبس وخرج بطبيعة ثم شوية فرحة لكن فيها ألم داخلي وحزن من الظلم ومن الفترة اللي عداها في السجن. هو تو في فترة نقاهة وراحة نفسية وصحية مع عائلته في انتظار العودة نتاعو وطبيعة الجمهور والعريض اللي استنى فيه والناس اللي تحبه. فوالا وهذا المهم. كمدير اعمال الفنان نور شيبة خلينا نسالك هل انه رجع الى الحياه الفنيه كما يلزم ولا مازال مش ناوي يرجع؟ ما عادش عطينا تفاصيل على الحياه الفنيه للفنان نور شيبة. طبعا الحياه الفنيه للفنان نور شيبة ستستمر وهي لما وقفتش. الفنان نور شيبة هو في السجن وخرج جونية نحبك يا بابا ولقاها الجمهور وفيها نسبة مشاهدة تقريبا مليون مشاهدة توانتها على شبكة يوتيوب ونور شيبة مش نعطيك سكور وهو في السجن قام بكتابة وتلحين 100 أغنية خرج أيوة. السجن ب100 أغنية والمئة أغنية هذوما إن شاء الله معتها مجموعة من الأغاني منهم مش شوفوها الجمهور بتاعه على قريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. دونك نزيد نذكر شويه نحبك يا بابا اللي كانت الاصدار نتاعها على اليوتيوب في 19 نوفمبر 2022 توصل لقريب المليون فيو لكن تعمل 6800 انجام اغنيه خلينا نقولوا لطفي اللي هي
حبوها توانسة برشا وتعاطفوا معها برشا 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 دايوغ سمعناها برشا في وسائل إعلامية توانسة، في كانت موجودة في التريند في الانستغرام في التيك توك في الـ في الـ في الـ في البلايص كل. دونك هذا نجاح كبير للأغنية رغم انه الفنان معناتها كان وقتها في 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 السجن. دونك فما إصدارات جديدة، دونك 100 أغنية اللي كانت تكتبت في السجن، فما القولبة نتاعهم الانتاج نتاعهم في الايام هذوما باش نلقاوهم على اليوتيوب. الانتاج نتاعهم ان شاء الله باش يكون في الايام المقبلة بعد ما يخرج من فترة النقاهة نتاعه والراحة النفسية نتاعه، اكيد مش يرجع بالانتاجات الجديدة واللي باش تكون فيها العديد من المفاجآت. هذا النوع جمهوره باش تكون العديد من المفاجآت اللي باش يشوفوا بها الفنان نورشيبة باللون اللي يعرفوه به العباد، وايضا بالوان جديدة اللي ما عرفوهاش به، اللي ان شاء الله باش تمس برشا عباد وتطرح برشا مواضيع، ومش تكون المفاجأة للجمهور اللي يحبه وللناس اللي تستنى في جديد نتاعو ان شاء الله. خليني نختم معك بالشعور اللحظة الاولى وقت اللي جاك التليفون ونورشيبة باش يخرج من السجن، انت وعائلته والناس الكل، كيفاش تعاملتوا مع الفرحة هذيك؟ رضي يعجز اللسان حتى يصف المشاعر والاحاسيس وقيمة الفرحة اللي يحسها قلب الانسان وقت الانسان، لانه نور انا مدير اعمال ولكن هذاك اخويا وصديقي 10 سنين الله، احنا نحبوه برشا كاصحابه كاصدقائه كادارته والناس اللي تحبه وجمهور كبير برشا، ومش كان انا نتصور كونه اللي يحبوا نور برشا اللي هما بالالافات كما شفنا في ملايين تونس كنا نحسوا نفس الاحساس وفرحوا برشا كي شافوا نور شيبة البر. انا نحب نتنم الفرصه جبت لي الموضوع اخويا بها باش نشكر الناس اللي وقفت مع نور سيرة العام وشهرين هذوما، باش نشكر الناس اللي تحبوا والناس اللي تنقلت امام السجن باش تستقبلوا، وعلى راسهم على غيرها من النقابة التونسية المهنة الموسيقية مع سمير الهمامي والمحامين اللي كانوا جنود في تلك الفترة هذه في الملف تاع نورشيبة، والناس اللي تحبوا جاتوا للدار وهزت لهم نعيته كل النهار اللي خرج من المسجد. ولا دونك ان شاء الله يا ربي الفنانين التوانسه الكل يكونوا ديما فرحانين، وخاصه نورشيبة بعد الازمه اللي تعدى بها فرجت والحمد لله يا ربي. نورشيبة اليوم يرجع للدار ونهار السبت لطفية نهار السبت نهار الجمعة نهار الجمعة في الجمعة نهار الجمعة في ولا واضح جدا. شكرا لك سي لطفي رياحي مدير اعمال الفنان نورشيبة على تفاصيل هذم. دونك نرجعوا لك ان شاء الله في فرص واحدة اخرى في انتاجات جديدة، ونحكي ونحى علينا المشاكل يا لطفي وننساو كل شيء، نحكيو في الانتاج نحكيو في الجديد نتاع نورشيبة، نحكيو انتاج وحفلات وسهرات ان شاء الله. فوالا ننساو المشاكل الكل واللي فات مات بقدرة ربي، ونورشيبة يرجع ويعود وبقوة زادة الى الميدان الفني حضوريا، ما غابش لكن اليوم يرجع حضوريا باش نراوه في العديد من المهرجانات في العديد من الاغاني في العديد من الانتاجات اللي تكون ممتازه جدا وجديده، وكلنا عندنا ثقه في الفنان نورشيبة، وخاصه حابين نطمنوا المستمعين نتاعنا وخاصه محبي الفنان نورشيبة انه صحته لاباس عليه، اموره مريقله مع داره مع عائلته، ربي يفضلهم لبعضهم. دونك ان شاء الله يا ربي باش تكون لنا العديد من اللقاءات. سيادة فريحي مدير اعمال الفنان نورشيبة شكرا لك على تفاصيل هذوما كلها. دونك نذكر المستمعين اللي تفاصيل يلقاوهم على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب فيم الانستغرام ولا حتى على اليوتيوب.